السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا المقطع الجديد والذي هو بعنوان لعلك ترزق به. قصة الحديث كما رواها الترمذي بسند صحيح إن واحد من الصحابة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، أنا لي أخ يعني قد يعني تفرغ لطلب العلم وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنا أمتهن حرفة، أنا متعلم حرفة وبشتغل وبكسب فلوس وبصرف عليه. كأنه عايز يقول له: أنا بشتكي لك من إن هو بياخد مني فلوس وما بيشتغلش. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لعلك ترزق به، يعني لعل إن ربنا سبحانه وتعالى بيوسع عليك في الرزق وبيكرمك عشان خاطر اللي بيطلب العلم ده وبيدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما تكلمنا زمان عن إن من أهم الأشياء اللي في الأوطان حراسة الحدود، حرس الحدود اللي واقفين على حدود الدولة يحمون الدولة من دخول أي عدو بيحاول إن هو عياذا بالله يتسلل إلى الدولة، إنه أو واحد عايز يجي يحتل الدولة أو غير ذلك. فحراسة الحدود دي من أهم الأشياء بالنسبة للدولة، ومن أهم الأشياء بالنسبة للدين حراسة حدود العقيدة وحراسة حدود الشريعة. ومين اللي قايمين بدولت بقى بفضل الله سبحانه وتعالى؟ العلماء والدعاة وطلبة العلم. فانت لما تكون عونا لواحد من دولت في ان هو يستمر في دعوته، فانت بكده بفضل الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به. ومن هنا جاءت فكرة ان كتير من الدعاء الله يحفظهم جميعا وكتير من العلماء بدأوا يفكروا في مسألة كفالة طلبة العلم، إن يشوف مجموعة من طلبة العلم النجباء ويكلم حد من رجال الأعمال إن هم يكفلوهم، يعمل له مرتب شهري عشان يتفرغ تماما لطلب العلم ولا ينشغل بالرزق، لأن انشغاله بالرزق هيضيع عليه طلب العلم. ويبقى التاني اللي هو رجل الأعمال دوت قاعد في بيته ما شاء الله بياكل وبيشرب ونايم في وسط المكيفات وقاعد وسط أولاده، والتاني بيتكبد المشاق ويسهر الليالي في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله ويسافر البلدان ويروح هنا وهنا ويبلغ كلمة الله وكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكله في ميزان حسنات الذي يكفله هذا فضل الله سبحانه وتعالى. فعشان كده النبي عليه قال: لعلك ترزق به. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يستخدمنا وأن يستعملنا في كفالة طلبة العلم النجباء المخلصين لكي يوصلوا دعوة الله ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل الأقطار، ويكون ذلك في موازين حسناتنا أجمعين. ولا تنسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك أو إعجاب، ودوس على كلمة الاشتراك أو سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان